بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة وبركة وسلام ليكم جميعا من روح الله القدوس. كنا وقفنا عند مريمينا لما كان بيلف حوالين قبرين. أنا هنفهم دلوقتي يعني هنفهم دلوقتي لما نيجي للجزء بتاعنا إحنا يعني إيه القبرين دول وإيه حكايتهم. أنا عايزة أقف قدام الآية اللي هي في سفر يشوع: بالإيمان سقطت أسوار أريحة. لأن هو ده سقوط أسوار أريحة هو الأساس النهاردة في الموضوع بتاعنا. فهو قال بالإيمان سقطت أسوار أريحة. كلمة بالإيمان دي ودتني على طول لسفر لرسالة بولس الرسول للعبرانيين إصحاح 11، لأن الإيمان هو ثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. لقيت بولس الرسول في سفر العبرانيين حاطت رجال الإيمان، بس حاطت 5 في الأول، وبعد كده حاطت 7، وبعد كده حاطت مجموعة من رجال الإيمان. أنا عايزة أفهم الموضوع ده، فهروح مع يوحنا ذهبي الفم. بالإيمان قبلنا وصايا الله الصعبة ومواعيده التي يبرهن على صدقها، مش بكلمات لكن بخبرة عملية لما بنمارسها. بالإيمان بنسلك وبنتقبل المواعيد اللي بتبدو في بعض الأحيان إن هي غير معقولة، ولكن إحنا بنكتشف صدق هذه المواعيد لما بندخل بالخبرة العملية، وأسمه فوق كل أمور حسية وكل أمور بشرية. النفس اللي هي بتمشي بالإيمان بتبقى نفس لازم تسمو شوية فوق الأمور الحسية وتعبر فوق كل تعقلات بشرية عشان ترتفع فوق كل عادات الناس. في 5 خطوات روحية هنمشيهم قدام، 5 خطوات الجسدية وفي 7 اللي هي هتمشي مع النفس. في رسالة العبرانيين رجال الإيمان: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة، ويعني آمن بالذبيحة وآمن بالفداء، زي بطرس الرسول في أول درجة لما كانت كنيستك كنيسة مفدية. وعشان كده هنحطهم مع كل الدرجات بتاعتنا، وهتشوفوا الأحجار الكريمة اللي هي هتنزل بالألوان مع رجال الإيمان، وهتشوفوا كل واحد منهم وصل لأنهي درجة. 2، أخنوخ. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله، الذي حمل بالإيمان صورة حية للكنيسة السماوية الفائقة. هو وصل لحد هنا وربنا أخده وطلع به السماء، وبعد كده هينزل أخنوخ في آخر الأيام. وده عشان يقول: فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، الذي منها ننتظر مخلصنا الرب يسوع، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا لكي يكون على صورة جسد مجده وكنيستنا السماوية. نوح. بالإيمان نوح لما أوحى إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلك الخلاص بيته فيه دان العالم، وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. نوح يمثل إيمانه إدانة العالم اللي رفض الدخول للفلك. مفيش خلاص خارج الكنيسة، ولا تمتع بالحياة الجديدة خارج المعمودية، والخلاص بصليب المسيح، وبكده تبقى كنيستك كنيسة أمينة. طول ما انت في بداية الدرجات الروحية وحد ما توصل لدرجة 12 ما تخرجش برا كنيستك. بعد درجة 12 ده موضوع تاني، لكن لحد هنا كنيستك أساس. 4، إبراهيم بالإيمان لما دعي أطاع أن يخرج فخرج. هو لا يعلم إلى أين يأتي، إنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. إبراهيم قدم الجانب العمل الإيمان، وهو الجهاد في الطاعة لله. لقد آمن إبراهيم أب الأباء عمليا، فترك الملموسات والمنظورات في ثقة بوعود الله التي لم تكن ملموسة ولا منظورة، وعشان كده كانت كنيسته تنمو. إبراهيم أطاع وفي الطاعة نمو، عشان كده هيجي بعد كده تاني. أمنا سارة بالإيمان، سارة نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا، لذلك ولد لها ابن وذلك من ممات. والولاد دول كتروا طبعا وكانوا بعد كده زي نجوم السماء وزي رمل البحر.
أمنا سارة الأم المباركة اللي كانت في حكم الموت أنجبت، انتصرت على الجسد الميت بالإيمان، فأعطى هذا الجسد الميت حياة، ومن هنا كنيستك بقت كنيسة منتصرة. وعشان كده دي رقم 5، الانتصار على الجسد وخضوع الجسد للنفس والروح. بعد كده علشان كده كنيستك تبقى كنيسة منتصرة، ودي اللي هو الأمر الأولاني اللي أؤمن أدفن جسدي فأقوم بالحياة، يكون عندي حياة، هذا الجسد الميت سيعطي حياة. الجزء الثاني وهو الذات ونفس الإنسان اللي أنا عايز أدفنها فأقوم في عرش الله. تعالوا نكمل رجال الإيمان. إبراهيم بالإيمان قدم إسحاق وهو مجرب، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا، فكنيسته كنيسة ظافرة. أبونا إبراهيم وصل لدرجة 6، ودي اللي لازم ناخد بالنا الدرجات دي هم وقفوا فين والحد فين، وناخد بالنا أن إبراهيم لما قدم ابنه هو ده ثمرة الطاعة. وعشان كده بنصلي اسم ذبح إسحاق، بنصليها في سر خميس العهد في الإفخارستية، وعشان نقول ان كنيسة ابونا ابراهيم او الكنيسة هنا لحد رقم 6 هي كنيسة ظافرة، وان هو بالايمان شاف الحمل الموثوق بقرنيه، سورة الفداء، في حمل الله الذي يحمل خطية كل خطية العالم، ومن هنا هو ده ثمرة الطاعة، وهو كان ثمرة الطاعة هو ابنه اسحاق. نشوف إسحاق ثمرة الطاعة بالإيمان. إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة، وهنا شاف يعقوب وعيسو بيمثلوا إيه. يعقوب وعيسو هو كان بينظر إلى الأمور المستقبلة بوضوح، لقد حمل رمز لما هو عتيد أن يحدث في يسوع المسيح، فإن يسوع المسيح آدم الثاني صار بكر البشرية، لأن آدم الأول خسر البكورية، لأن آدم بعد سقوطه ما كانش قادر على إرضاء الله، لكن رب المجد يسوع هو موضع سرور الآب، ودي معنى اسم إسحاق اللي بننعم برضا الآب ويسر الآب بنا. عيسو بيمثل الجسد ويعقوب يمثل النفس، وعيسو خضع للنفس، يعني الجسد خضع للنفس، وده بيكون سبب سرور الله، وده اللي بيديك ثمرة إنك تشيل الصليب والجهاد مع المصلوب، وبكده كنيستك تبقى صافية، لأنك بتعدي مع كنيسة سامرنا بتشيل الصليب وتجاهد اللي هي في التجربة، فبكل تجارب والمر اللي أنت بتعدي فيه بينقي النفس بتاعتك، فمن هنا كنيستك كنيسة صافية لأن الجسد خاضع ليها برضو. 8. يعقوب بالإيمان عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس العصا، يعني حط إيدي يمين البركة على الأصغر إفرايم، ودي معناها الثمار الكثيرة، وحط إيده الشمال على منسة، وده بيمثل الجسد، انسى جسدك. وكأن البكورية لا تعطى حسب الجسد، إنما هي عطية، كلمة عطية يعني ماتيو متى، توهب مجانا لمن يستحقها روحيا وهو المقترن بكلمة الله، أي سيف الروح. يعني إحنا قدام كنيسة برغامس، الإنسان اللي يؤمن بالعود الإلهية ويساجد أمام الصليب عشان الكنيسة تتمتع بالصفاء. فيعقوب وصل للصفاء، كنيستك صافية. مين رقم 9؟ يوسف بالإيمان. يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه، هو آمن إن الشعب ده يخرج من مصر وإن هم ياخدوا عظامه معاه، مع مشترك بالإيمان مع الشعب في الخروج خلال النية كرمز للخروج من عبودية الخطية للحياة الجديدة في المسيح المخلص اللي بينور حياته بالإيمان، فيدخل جواه ككوكب صبح منير. وعلشان كده يوسف وصل لحد الكنيسة المستنيرة ولكن بالإيمان، أخذ كوكب الصبح المنير جواه. والدي موسى بالإيمان، موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأي الصبي جميلا ولم يخشي الملك، ما خافوش من فرعون بالإيمان، كان جميل. يا ترى شافوا في الطفل الصغير ده ايه؟ شافوا انعكاس لمجد السيد المسيح القائم من الاموات،
فقد كان الطفل تحت حكم الموت لكنهم رأوا الحياة وشافوا عمل النعمة وانعكاس صورة المسيح فيه، غاروا على مجد ربنا الموجود في خادم الله موسى، ملاهم روح الله فطرد الخوف خوفهم من فرعون اللي كان داخلهم. وموسى نفسه بالإيمان، موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزال مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة بالإيمان. ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لألا يمسهم الذي أهلك الأبقاع. بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريين، يعني محب المصريين إنهم يدخلوا وراهم في اليابسة غارقوا. ليه؟ لأن هما داخلين وما عندهمش إيمان. هما كنيستك النهاردة أصبحت كنيسة حية. وبالإيمان كمان موسى وقف وبص على كنعان وشافها بالإيمان لكن ما دخلهاش. ليه؟ لأنه ما عرفش يعمل إسقاط، أو ما يقدرش يعمل سقوط أسوار أريحة بعد ما طيف حولها 7 مرات، ودي الخطوة 11. فبالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام، مع هتافات التسبيح اللي بتعلن الإيمان، اتحاد الشعب اللي جواك الجسد والنفس والروح، معونة القدوس الحق، تبقى كنيستك خالدة ويتكتب عليك اسم إلهي واسم مدينة إلهي، المدينة الجديدة واسمي الجديد. وإحنا هنا قدام الكنيسة الخالدة. اسمحوا لي ندخل برضو على رقم 7، الكنيسة رقم 7، يعني اللي هي الخطوة رقم 12. رحاب بالإيمان، رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة، إذ قبلت الجاسوسين. وده كان الأساس. الجاسوسين دول كانوا مين؟ كان يشوع وكالب. يشوع يعني يسوع، وكالب يعني القلب، يعني فتحت قلبها ليسوع، فدخل يسوع جوه قلبها فإداها الميراث. وبعد كده لما بنتقدم احنا كمان بندخل جوه قلب يسوع، فبياخدك الى عرشه. عرشك اللي بتستقبل فيه الله هو قلبك، والعرش اللي بيستقبل رب اللي بيستقبلك ربنا فيه هو قلب الله. فده هندخل لعرش المسيح، وهشرحها المرة الجاية مع الكنيسة الأخيرة، الكنيسة رقم 7 في سفر الرؤيا. احنا كده مشينا، يعني عايزة اقولك اللي بعد كده راح حاطط مجموعة تاني من رجال الايمان، بس دول اللي اسقطوا اسوار اريحة. خدوا بالكوا، رحاب الزانية كل عبادة داخلية جوايا، يعني لما بعبد جسدي بالشهوات، لما بعبد نفسي، لما بعبد ذاتي، انا ببقى زي رحاب الزانية. بأؤمن بايه؟ بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اؤمن باله واحد، إيماننا بالله واحد، الآب في الجوهر الإلهي بصفة الإبوة وأصل الوجود، والابن هو الجوهر الإلهي بصفة النطق المولود منه والذي به صنع الوجود، الروح القدس هو الجوهر الإلهي بصفة الحياة وبه يعطي الحياة لكل موجود. بالإجمال يا جماعة، إحنا كمسيحيين أؤمن بإله واحد. اللي قال لكم إن إحنا بنؤمن بثلاثة آلهة بيضحك عليكم. إله واحد موجود بذاته، حي بروحه، ناطق بكلمته، بس ربنا عايز ياخدني لأعماق الله، عايز ياخدني من الطفولة في إن أنا فاهم ربنا لله. مين هي؟ مين هو الله؟ ما هي صفات الله؟ دي أول حاجة عايزين نعرف. الله روح. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. الله غير محدود، لا نهائي في الزمان والمكان والقدرة وكل شيء. الله ما لا نهاية. السماوات كرسي الله يعني، والأرض موطئ قدمي. مهما اختبأ الإنسان ربنا مش هيشوفه. الله سرمدي يعني أزلي أبدي، ملوش بداية ملوش نهاية. قال أنا هو الأول والآخر، الألف والياء. الله غير متغير، الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. الله خالق كل شيء، خالق السماوات هو الله، ومصور الأرض وصانعها. الله ضابط الكل،
كل ما شاء صنع في السماوات وعلى الأرض في البحار وفي اللجج. الله قادر على كل شيء ولا يعثر عليه أمر. الله كلي المعرفة، ليست خليقة غير ظاهرة أمامه، بل كل شيء مكشوف وعريان لعينيه، ذلك الذي معه أمرنا. من صفات ربنا الأدبية اللي مختصة بعلاقتنا معاه، الله محبة، القداسة المطلقة، العدل الكامل، الرحمة. نؤمن بوحدانية الله، وحدانية جامعة ومانعة. جامعة يعني كاملة في ذاتها، مانعة يعني تعطي كل ما هو ضروري بلا زيادة ولا نقصان. الله ريه ركائز قائم عليها بنسميها أقانيم، زي ركائز الكلام اسم وفعل وحرف، زي ركائز المادة غاز وسائل وصلب. ركائز الله هما ثلاثة أقانيم. يعني إيه قنوم؟ الإقنوم هو كائن حي حقيقي، هو شخص إلهي. إلهي يعني شخص غير مادي، لا نهائي، متميز بدون انفصال في الجوهر عن الأقانيم الآخرين، بيشترك معاهم في كل الصفات الجوهرية والطبيعة الإلهية زي ما قلناها، لكنه بيتميز عنها بخاصية ينفرد بيها، زي مثلا كل شيء يعطى من الآب بالابن خلال الروح القدس. الله حكيم والابن هو الحكمة، والروح القدس هو روح الحكمة. ربنا عايز يكبرني، عايز يفهمني، عايز يشرح لي، عايز ياخدني للنضوج الروحي، عايز يخرجني من الطفولة لأن أنا أكبر معاه. طب يعني إيه الآب؟ هو الجوهر الإلهي، هو أصل الوجود، مولود منه الابن ومنبثق منه الروح القدس. إقنوم الابن هو إيه؟ هو الله الظاهر في الجسد، هو ابن الله الوحيد، هو الرب، هو المسيح الرئيس، هو ابن الله وابن الإنسان. ولادة الابن من الآب كولادة الشعاع من الشمس، وتنبثق من الشمس يعني من الآب الحرارة. ولادة النور من النور، والفكر من العقل، وما بينفصلش عنه. الإقنوم بيتميز عن الآخر في العمل، اللي هو عمل الإقنوم بالنسبة لي، أو الدور اللي بيقوم بيه كل إقنوم بالنسبة لي. الآب هو أبويا اللي فيه الانتماء، الابن هو مخلصي، إقنوم الروح القدس. مش بس كده طبعا، زي ما احنا قلناها، مين هو الروح القدس؟ ده السؤال اللي عايز أسأله. بنفتكر الآية ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الله. من هو الروح القدس كإقنوم؟ إقنوم هو الإقنوم الثالث من اللاهوت، هو شخص الروح القدس، وينسب إليه كشخص غير مادي. وبنركز غير مادي ولكنه إليه شخص، ليه؟ لأنه بيتميز بالعقل والمعرفة ومشاعر المحبة والحزن والقدرة على العمل. ليها عمل غير المنظور، وهو إنارة أرواحنا وإرشادها وتجديدها وتقديسها. هو روح القداسة وروح الحق وروح الحكمة، روح السلام، روح المحبة، لأنه بينشئ كل ده فينا، وسمي المعزي. روح الحق، روح القداسة، روح الحياة، روح المسيح، روح التبني، روح الابن، روح الموعد القدوس، روح الحكمة والإعلان، روح يسوع المسيح. وهو كمان روح المجد، وعندكم الآيات كلها نازلة للحاجات دي. عمل الروح القدس هو اللي بينور، ينير المؤمن ويجدد القلب، يحرك العواطف الدينية، هو اللي بيرشدنا للمسيح ويحسنا على قبول الإيمان، هو اللي بيمنح القدرة على العيشة الصالحة، النمو في الفضائل، يساعدني على إتمام واجباتي، على مقاومة التجارب، يعزيني في الحزن، يسندني في الضيق، يثبتني في السلوك الحسن، بيبنيني في المعرفة السماوية، بيجددني، بيبنيني، بيعطيني شركة موهبة وعطية الروح القدس. أنا هركز على حاجتين، هركز على روح الحق وهركز على روح المحبة. روح الحق اللي بيديني المعرفة والفهم والإدراك، اللي بيخليني أختبر واتدرب، اللي بيذكركم بكل شيء ويرشدكم بكل شيء. روح الحق المعزي اللي بيعزيني. فأنا هركز على روح الحق وهركز كمان على روح المحبة. طيب روح المحق برضو، روح الحق بيرتبط باحتياجاتي وبنائي،
لكن أنا هركز على روح المحبة وروح القوة، ودول مرتبطين بالشهادة لله والتأثير في الآخرين، لأن مش هقدر أركز على كل يعني الروح القدس بالجمال اللي إحنا شفناه ده كله. هركز على روح الحق، هركز بس على روح المحبة، وهركز على روح القوة. عايزة أركز على إيه هي المحبة. المحبة أبدية لا نهائية، صالحة لي، كاملة، مرضية، يعني لسعادتي، مرضية يعني لسعادتي والخيري. المحبة بتضحي، محبة ربنا ليا غير مشروطة بأي شيء، أحبني رغم خطيتي، بيحبني لأني كائن أبدي بروحه قيمتي في دم المسيح. الدليل الله أعطاني نفسه على الصليب، وأكتر من كده مش بس كده، ده عايزني واحد فيه. يعني هو مش بيحبني بس وبيخلصني، ده عايزني أتحد بيه. روح المحبة هي اللي هتعلمني إزاي أحب ربنا وأتحد بيه وأحب الآخرين وأحب القريب. روح المحبة دي اللي بتعمل الصلح جوايا. روح المحبة دي الله محبة، فربنا عايز هذا الارتباط. يلا بينا بسرعة نرجع لماري مينا، وإزاي نسقط أسوار أريحة، وإن اللحظة اللي أنت بتسقط فيها أسوار أريحة هي لحظة الروح القدس بالنسبة لك. يعني تسقط أسوار أريحة هي نفس اللحظة بالضبط اللي الروح القدس بتاخد روح المحبة وبتاخد روح القوة، بتاخد الروح القدس. يلا نفهمها بقى بالطريقة العملية اللي عملها مريمينا. مريمينا كان بيلف حوالين قبرين. أنا هقول قبر الجسد، عايزنا أدفن الجسد زي ما احنا بنقول، وعايزين ندفن النفس عشان هي الروح اللي تحيا، يعني تاخد الجسد والنفس دول معاها فتتحد بروح الله القدوس. من طول ما الجسد ده ما اتدفنش، وطول ما النفس دي ما اتدفنتش، وما خدناش الاثنين دول حطناهم على مذبح البخور، مش هيتفتح لي قدس الأقداس، يعني مش هدخل للاتحاد. فجي مريمينا وخدني تقريبا من اواخر شهر سبتمبر يعني ولحد شهر ابريل. الحقيقه الموضوع بالنسبة لي كان سهل، ما كانش صعب، لسببين. أولا الجسد عايز أعمل له تقديس. تقديس يعني إيه؟ يعني أخد الجسد ده بعيشه حياة الطهارة وأعمل له دفن بالنسكيات. الصوم يا جماعة، الصوم والصلاة هم أساس كل حاجة، فهو عايز بقى يطلع بيا لحد الصوم والصلاة. فبدأ مريمينا ياخدني بيقول لي انفصلي عن العالم، عشان كده وقفني عن الخدمة. لما تروحي الكنيسة تخرجي على طول بعد القداس تتناولي وتخرجي على طول. حطيلي نسكيات، بدأ يحطيلي نظام للأكل. أنا طبيعي فيجيتاريان، يعني ما بأكلش غير نباتات وأحيانا السمك. فراح سابني لحد الصيام الصغير، قال لي أصوم انقطاعي وأصوم بنظام الصيام الصغير. أول ما وصلنا لنهاية الصيام الصغير يعني لعيد الميلاد، قال لي ما تفطريش، كملي صوم بس ابدأي من هنا ادخلي بنظام الصيام الكبير. بنظام الصيام الكبير يعني بنشيل السمك بقى وبنخلينا زي ما احنا كلنا بنصوم في الصيام الكبير بالبقوليات والحاجات. اول كمان ما دخلت للصيام الكبير راح موقفني وقال لي تاكلي بقوليات بس، يعني لو بتاكلي حلويات بتاكلي مثلا كل ما هو مواد سكرية توقفيها تماما في الصيام الكبير. فحط لي نسك عشان يبدأ يدفن لي أول حاجة اللي هي أقمع هذا الجسد، عشان يبقى النفس هي اللي مسيطرة زي ما بنقول على الجسد. وبعد كده راح مديني نظام تاني بقى، هو نظام المزامير والهتاف والصلاة وعدم الخروج الكتير. يعني بمعنى صح، يلا ندور حوالين المزامير، يلا ندور حوالين كلمة الله الكتاب المقدس. اقعدي وركزي واعملي مراجعة كاملة لكل فيه، اعملي مراجعة، دوري حوالين حياتك السابقة كلها، شوفي احنا وصلنا لإيه. الحقيقة بدأت أصلي ربنا وأقول له يا رب، يا رب من فضلك قل لي أنا وصلت لإيه. الحقيقة بصيت لقيت رؤية عجيبة جدا،
إن أنا واقفة على أبواب أورشليم السماوية، المدينة العظيمة. أنا واقفة على الباب، وزي ما بيقولي أنا جاهز أفتح لك الباب. أدي نوع من التشجيع، وإن أنا واقفة بفستان أبيض بس مفيش الحذاء في رجلي. فاكرين اخلعوا الأحذية، لأن هذه الأرض أرض مقدسة. فأنا لابسة الفستان الأبيض وواقفة على الباب وجاهزة علشان هو يفتح لي الباب. دي كانت رؤية. الرؤية التانية برضو والجميلة، إن أنا بصيت لما في بداية كده الصيام الكبير، يعني وصلنا كده لبداية الصيام الكبير، وأول ما قال لي وقفي كل البقوليات وما تخرجيش كتير، لدرجة إن مريمينا كنت حاسة إن هو زي ما يكون واقف لي، يعني لو اتكلمت في أي حاجة يرجع لي اتكلمتي ليه؟ ركزي من فضلك في اللي انت بتعمليه. أنا كنت واقفة في كنيسة مريمينا وبصيت لقيت الهيكل بتاع كنيسة مريمينا بيتفتح، ونور جامد قوي خارج من الهيكل، الكنيسة منورة وفي تدفق للنور لبره، وأنا كنت واقفة في الكنيسة لوحدي بصلي، وإن النور ده خرج وجه تدفق عليا بطريقة جامدة قوي ودخل عليا كلي وراح خارج. بس أنا كنت بعمل قبل ما يظهر النور ده حاجة عجيبة جدا، كان في على دراعي حاجة عاملة زي اللزقة، حاجة لازقة كده جامد وعاملة زي الغيرة، والغيرة ده أنا عمالة أحاول أشيله من دراعي وأشيله من دراعي، فبصرق وبصلي بقوله يا مارينينا يا بابا كيرلس يا أم النور، كلهم كل ما أشيل حتة بتلزق حتة تانية، كل ما أشيل حتة تلزق حتة تانية، كل ما أشيل حتة تلزق حتة تانية، كأني بيقولي ده الإنسان العتيق اللي لازق فيكي وانت لازقة فيه بقدرتك مش هيجي. فلما انفتح الهيكل بالنور وخرج النور كله متدفق وراح جاي عليا مرة واحدة، فأنا طبعا إيه ركزت قوي في النور، نسيت اللزقة عليا وحتى إنساني العتيق نسيته، فركزت قوي مع نور ربنا ومع روح المحبة، لأن أنا كنت سمع صوت النور ده اللي خارج بيقول لي روح المحبة، فالروح ده دخلت وملتني من جوايا وملت كل الكنيسة بالنور. وبعد كده انتهت الرؤية، وطبعا في آخر الرؤية أنا ببص على دراعي مفيش أي حاجة لازقة، فكأن انخلع مني الإنسان العتيق، بالضبط كأنك دفنت الإنسان العتيق، بالضبط كأنك دفنت جسدك بالإيمان وروح المحبة اللي دخلت اللي ربنا جه غطانا بيها، اندفن الإنسان العتيق مع النسكيات. حصلت برضو دخلنا لحد الصيام الكبير ومريمينا قال لي استمري في النسكيات، استمري زي ما انت، بالعكس زودي اكتر النسكيات، يعني صومي صيام. بصراحة عايز اقول لكم ما كانتش حاجة صعبة، يعني لاخر النهار، واخر النهار بناكل بعض البقوليات، وكملي الصيام، بس كملي الصلاة، كملي الهتاف، كملي المزامير، كملي الترانيم، وكل مرة يقول لي اطلبي طلب جديد، قولي ترنيمة تاني واطلبي، واطلبي روح الله القدوس، اطلبي روح ربنا انه يجي ويملكي. دي كانت اكتر ارشاد كان بيديني، فبقيت اطلب الروح القدس، يعني يا ملك السلام اعطينا سلام وقرر لنا سلام واغفر لنا خطايانا، ادينا يا رب، يعني زي ما بنصليها في صلوات الساعة الثالثة اللي هي صلوات الروح القدس، ان هي تيجي تملينا، واديني يا رب من روح نعمتك، اديني يا رب من روح بركتك. ان احنا ركزنا الصلاة قوي، وهتلاحظوا حتى ترنيمة نزلت املاني يا يسوع بيك، هتلاقوا حاجات كتير، يعني احنا كنا بنصليها في الترانيم، والصلاة كله كان عبارة عن ترانيم، وكنا بنقعد ونكتب ونلحن ونرنم. يعني المهم مريمينا بعد كده راح، لقيت نفسي تاني في رؤية وجوه كنيسة، ده بقى وصلنا لاخر الصوم، يعني وصلت لآخر الصوم الكبير، يعني في جمعة ختام الصوم، فشفت رؤية
مش عارفة أقول لكم إيه الجمال. أنا هحكي لكم نص الرؤية لأنها استمرت على مدة يومين ثلاثة، وبعدين أخذنا كل أسبوع الآلام برضه بمجموعة من الرؤى لحد ما وصلنا الخميس العقد. يعني الموضوع كان، يعني كان كبير شوية، كبير حتى عليا قوي يعني. فأنا هقول لكم الرؤية اللي شفتها في جمعة ختام الصوم. أنا داخلة كنيسة مريمينة تاني، كأني واقفة في كنيسة مريمينة وبصلي في الكنيسة، بس لقيت نفسي بقيت زي السجادة اللي مفرودة على الأرض قدام أيقونة مريمينة، وإن الناس اللي داخلة بتصلي بيعدوا عليا، سوري في التعبير، بالأحذية بتاعتهم. فماري مينا بيسألني، والناس دي طبعا داخلة وداخلة الكنيسة، فماري مينا بيسألني حاسة بإيه؟ قلت له مش حاسة بحاجة. قال لي مش زعلانة إن الناس داخلة عليكي بالأحذية كده معدية؟ قلت له هم مش داخلين بيت ربنا، ما يعدوا. يا ربي ده أنا لو أطول أبقى كبري ليهم وهم يعدوا عليه، أنا ما عنديش مانع. يعدوا بقى بكل ما هم عايزين يعدوا، أنا مش مشكلة بالنسبة لي. قال لي مش زعلانة؟ قلت له لأ على الإطلاق. فجت بعض المديح، فبيقول لي حاسه بايه؟ قلت له بصراحه انا مش حاسه بحاجه، لا حاسه بمديح ولا حاسه باساءه ولا حاسه انهم داخلين يفعصوني بالجزم بتاعتهم، مش حاسه باي حاجه. فماري مينا فرح وقال لي كويس قوي، احنا كده وصلنا للي احنا عايزينه، وهي دفن الذات. يعني انك مش حاسس بحاجه دي فيها دفن للكرامه. فاكرين كان فيه في بستان الرهبان واحد راهب قالوا له اطلع اشتم الناس الميتين في القبر، ورجع قال له اردوا عليك؟ قال له لا. قال له طب اطلع امدحهم، ردوا عليك؟ قال له لا. فقال له انت مش هتبقى راهب الا لما توصل انك ما تحسش لا بالمديح ولا بالاساءه، لانك انت كده المحبة اللي جواك للناس مش مخلياك حاسس لا بمدحهم ولا حاسس بالإساءة اللي هم بيعملوها لك. يعني انت كده وصلنا لنقطة الصفر، الذات تعتبر اندفنت. فحسيت ان مريمينا فرحان. حصلت حاجة عجيبة جدا في الوقت ده، بصيت لقيت الأسقف جاي داخل. طبعا الأسقف لما بيجي بيدخل الكنيسة، بيدخل وممكن يكون معاه كهنة أو ممكن، فداخل طبعا بصوا أنا على الباب يعني، فالسجادة مفرودة على الباب، فهو داخل وهيدوس. بصيت لقيت ماري مينا راح رايح عامل له ستوب، زي الكهنوت ما يدخلش يدوس عليا. حسيت إن هو واقف ومنتهى القوة، كأنه بيعمل له ستوب هنا، أقف. وراح جاي شايل السجادة من الأرض اللي هي أنا، وراح واخدها وراح حطيتها قدام أيقونة أبو سيفين. دي أيقونة في الكورنر بتاع الكنيسة اليمين برضو من ورا، وعشان يعني أي حد بقى يدخل بعد كده، يعني ابتداء من هنا ما حدش هيدوس عليك تاني. بصيت لقيت الهيكل في الكنيسة كله مفتوح، والنور خارج من الهيكل متدفق، بس ما رضيش يدخل الكنيسة. بصيت لقيته راح جاي عند الهيكل، لان بصيت لقيت النور ده الروح دي بيبص على الناس، وراح واقف. فراح مناديني بيقول لي شايفاني؟ قلت له طبعا يا رب شايفاك. قال لي قومي. انا قلت لكم انا زي المفروده كده زي السجاده. قال لي قومي. قلت له انا مبسوطه كده، انا مبسوطه بالدرجه اللي انا واصله لها، انا مرتاحه من جوايا، لاني مش حاسه بحد ولا حاسه بالناس ولا حاسه بالذات اللي جوايا ولا حاسه بالجسد. يا جماعه روحوا بس، فما فيش اي شعور باي حاجه. فراح بصيص لي كده وراح قال لي شايفه الناس؟ قلت له ايوه. طبعا الناس كلها اللي واقفه في الكنيسه موجهين انظارهم للاسقف اللي داخل، عارفين لما الاسقف بيبقى داخل الكنيسه كله بيقول لحن دخول الاسقف الكنيسه، فالناس كلها بالرغم من الهيكل مليان بالنور كلهم باصين على طبعا ناحيه الاسقف، والاسقف واقف برده على الباب مثابت في مكانه زي ما مثبته ماري مينا بالظبط. فراح بيقول لي شايفه؟ طبعا يعني هو هنا يعني لقيت نفسي شايفه حاجات. طبعا هنا دلوقتي انا مش هقدر اقول لكم انا كنت شايفة ايه، لكن كانت الصورة جوايا واضحة قوي، ان بكل اسف كل اللي واقفين في الكنيسة محدش باصص على النور بالرغم ان هو موجود وواضح.
فراح بيقول لي قومي. فرحت قايمة وركعة على رجلي، أنا مرضتش أقف قدام المهابة النور والنعمة، ومش عارفة أقول لكم أنا جوايا مهابة، فسجدة قدامه وبس، ومثبتة عيني عليه وعلى النور، وزي عايزة أقول له من جوايا سامحني أنا مش عايزة أشوف حد. يعني أنت موريني حاجات كتير قوي أنا شايفاها، بس أنا مش عايزة أشوف حد يا جماعة، أنا عايزة أشوفك أنت بس، أنت بالدنيا واللي عليها، بالناس واللي عليها. يعني مش عارفة أقول لكم الشعور كان إزاي. فلقيت مريمينة واقف جنبي فرحان باللي إحنا وصلنا له. ومن هنا حسيت طبعا ربنا عايز يقول ايه، وكان في حاجات كتير قوي يعني مش هينفع خالص ان انا اقولها لكم، لان ده يخص ناس ويخص شعب ويخص حاجات كتير قوي. المهم من هنا انتهت الرؤية دي، كانت في جمعة ختام الصوم. حصلت بقى حاجات كتير قوي 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 خلال اسبوع الالام اللي جاي، ودي اللي هحكي لكم عليها مع الكنيسة الجديدة. بس عايزة أقول لكم هنا كده انتهت أسوار أريحة، وسقطت أسوار أريحة بالإيمان، وربنا حب يوريهاني بالرؤية كمان. الكنيسة الجديدة اللي هندخل عليها المرة الجاية هكمل لكم المسيح عمل إيه، وكان فيه روائع. يعني أنا لحد النهاردة بقول لك يا رب شكرا ليك، شكرا لمحبة الآب، شكرا للنعمة الإلهية، شكرا لروح الله القدوس الحي العامل فيا. أرفعك أسبحك أباركك أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة والكرامة والسلطان، ليك من الآن وكل أوان ولدهر الدهور، أمين. هشوفكم المرة الجاية بنعمة ربنا.